تحدثت مختلف الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين عن مجريات يوم الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وعن نجاح تنظيم الاستفتاء مع احترام الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار كوفيد-19. غاب التزوير وحضرت نعم ولا هو العنوان الذي تصدر يومية النهار، مع الإشارة إلى أن الجزائر تطوي عهد الاستفتاءات والانتخابات محسومة النتائج مسبقاً، مشيرة عبر تصريح محمد شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نجحت في تنظيم هذا الاستفتاء في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية. وفي نفس السياق تحدثت يومية النصر عن التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والتنظيم الجيد للاقتراع تحت عنوان الاستفتاء جرى في ظروف حسنة، مشيرة إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات تمكنت من كسب رهان تنظيم هذا الاستفتاء ومنح الكلمة للشعب ليعبر عن موقفه بكل حرية من مشروع التعديل الدستوري. وهو نفس ما تحدثت عنه يومية الشعب، حيث كتبت على صدر صفحتها استفتاء في ظروف عادية، مشيرة إلى نسبة المشاركة على المستوى الوطني التي بلغت 18.44 على الساعة 17:00 مساء. من جهتها صحيفة المحور اختارت عنوان عهد جديد وكتبت الجزائريون يقبلون على صناديق الاقتراع للاستفتاء على تعديل الدستور آملين في بلوغ الجزائر الجديدة. كما أوردت الجريدة خبر تأدية رئيس الجمهورية لواجبه الوطني عبر الوكالة ونابت عنه حرمه للإدلاء بصوته. نجاح اختبار الاستفتاء، هكذا اختارت يومية الإكسبريسيون أن تفتتح صفحتها الأولى، مشيرة أن الجزائر نجحت في رسم صورة لدولة مستقرة تتحلى بمبادئ الديمقراطية. أما جريدة المجاهد فكتبت تم رفع التحدي، وتطرقت إلى الظروف الحسنة التي جرى بها الاستفتاء بفضل الإجراءات التنظيمية والأمنية، حيث تمكن الجزائريون من الإدلاء بأصواتهم مع احترام جميع الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.